هي أكثر المحاصيل وأكثر الأنشطة الفلاحية تأثرا بارتفاع درجات الحرارة؟ بالطبع إذا رجعنا واحد الأسابيع خالدة إلى الوراء وتذكرنا الحرارة اللي عرفتها المملكة المغربية خلال شهر أبريل، غادي تبين أن المنتوج يعني الفلاحي ديال هذا الصيف هذا كان منتوج جد متوسط أو ضعيف جدا بالنسبة لمجموعة الفواكه مثل التين، مثل مجموعة يعني الفواكه اللي شاهدناها في الصيف كتكون متواجدة بواحد الوفرة والثمن ديالها كيكون في متناول الجميع. هذه الحرارة اللي عشناها في يعني في إبان فصل الربيع، أضف عليها الحرارة اللي كنعيشوها دابا في الصيف اللي هي وقف عندها يعني الدكتور الكثيري أو الدكتور الحسيني، هي حرارة اللي هي استثنائية واللي فعلا تتلف كل ما يأتي في طريقها، الحرارة ديال أي تملول أو تالودات أو أكادير تكفي أن يعني بإتلاف يعني عشرات أو الآلاف من الهكتارات كيفما كانت نوعية المنتوج طماطم أو موز أو حتى البطيخ الأحمر، رغم أن هذا المنتوج هذا يعني هو في نهاية الإنتاج ديالو بالرغم من التساؤلات الكبيرة التي نطرحها دائما كل سنة. نحن نعيش في عز أزمة ديال الماء، في يعني في عز الإجهاد المائي الهيكلي، ولازلنا نصدر مثل هذه الفاكهة أو مثل هذا المنتوج الفلاحي إلى الدول الصديقة، وهذا في حد ذاته يعني تصدير لمادة حيوية اللي هي الماء بطريقة مباشرة. اليوم كنوقفوا على القطاع الفلاحي الذي يتضرر لا في الفترة الخريفية ولا في فترة يعني فصل الشتاء عند الزراعة الربيعية كذلك، واليوم نحن في فصل الصيف والزراعة الصيفية يعني متأثرة كثيرا. نتكلم عن مجموعة أشجار التي نحن على يعني على أهبة يعني جني الاستثمار ديالها مثل الرمان مثل اللوز حتى الزيتون، يعني كلها أشجار متضررة جراء هذا يعني هذا التغير المناخي الاستثنائي الذي يصيب المنطقة برمتها، ماشي غير المغرب لوحده ولكن هو يصيب المنطقة ديال الحوض البحر الأبيض المتوسط. تارة نتكلم عن الإجهاد المائي والاستنزاف الخطير اللي عرفته الفرشة المائية، وبالتالي ما يمكنش نواكبوا واحد الأنشطة الفلاحية اللي كتطلب واحد كمية هائلة من المياه، يعني ممكن أنها تضيع بسبب قلة الموارد المائية. وتارة عندما ترتفع درجة الحرارة لهذه المستويات القياسية فنحن اليوم نتكلم عن غليان مناخي كما تكلم عليه السيد كيري، يعني تأتي على الأخضر واليابس، تارة نفقد غلات استثمرت فيها ملايين الدولارات، وتارة نتكلم عن موارد مائية التي شحت أنهار شحت عن آخرها، وهذا في حد ذاته تأثير حقيقي على القطاع الفلاحي الذي يشغل ثلثي اليد العاملة، هذا في حد ذاته قطاع حيوي، ولكن عندما يتأثر هذا القطاع الفلاحي فهو يؤثر على آلاف والملايين الأسر المستوطنة.